السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الوصفة اللي جايب لكم اليوم هي وصفة سبحان الله عندها مفعول وتأثير قوي، فك السحر، تفك السحر وتفسخ السحر ولو كان عنده 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة. سبحان الله، بهذه الوصفة سوف تفكين هذا السحر وسوف تتخلصين منه ومن تأثيره إلى مدى الحياة. سبحان الله، وصفة يعني وصفة معجزة وتفك جميع أنواع السحر، سواء السحر مدفون أو مأكول أو مشروب أو سحر مكتوب أو معقود. سبحان الله، يعني وصفة يعني معجزة في فك السحر، ولأنها هي بكتاب الله، يعني أنها بكتاب الله وبعشوب طاهرة. سبحان الله، يعني مفعولها قوي وتأثيرها قوي في فك السحر. وسبحان الله، يعني من أول يوم تقوم بهذه الوصفة تلاحظين الفرق، وخصوصا أن هذه الوصفة هي محتكرة ليوم الجمعة، يعني يجب أن تقومي بها في يوم الجمعة مع صلاة الظهر، مع قيام صلاة الظهر. يعني سبحان الله، سوف تتخلصين من مشاكلك. يعني إذا كان هذا السحر مسبب لك مشاكل نفسية أو مشاكل عائلية أو مشاكل مادية أو مشاكل في صحتك الجسدية، يعني سوف تتخلصين منه إلى الأبد، إلى الأبد. سبحان الله، يعني وصفة فعالة، وستجربينها وسوف تلاحظين الفرق. يعني جربتها مع العديد من الزبونات والحمد لله أعطت نتيجتها، وأعطيتها الكثير من الزبونات وجربوها وردوا علي وجاوبوني أنهم سبحان الله يعني لاحظوا الفرق، فرق شاسع وفرق يعني في مدة قصيرة. هذه الوصفة سوف نحتاج فيها إلى الشب أو الشبة، الشب أو الشبة، يعني سوف تذهبين على هذا العطار وتقول له أعطيني الشب أو الشبة. نحن في المغرب نسميها الشبة، هي تكون عبارة عن بودرة مطحونة أو حجر. انت الشري سواء اشتريتي البودرة المطحونة أو الحجر، يعني تكون نوعين، هذه هو الحجر الشب، وهذه بودرة هي يعني نفسها، هي فقط هنا مطحونة وهنا هي حجر، يعني سواء شريت الحجر أو المطحون. ثم الحرمل، يعني الحرمل معروف، إذا ذهبت عند أي عطار وقلت له أعطيني الحرمل سوف يعطيك الحرمل، هذا هو الحرمل. الحرمل معروف ويعني هو معروف، هو يعني مخصص لفك الأسحار. ثم ورقة سيدنا موسى، وأنتم تعلمون ورقة سيدنا موسى يعني ورقة، يعني هذه الورقة سبحان الله معجزة، ورقة يعني علاج لعدة، يعني علاج الكثير من الداءات وعلاج الكثير من الأمراض وتعالج كثير من الأسحار. هذه الورقة يعني ورقة مباركة. يعني أول شيء وتحتاجين إلى الفحم، الفحم، يعني سوف تحتاجين إلى الفحم، نحن نسميه هذا نسميه المجمر، يعني سوف تأخذين هذا الذي نضع فيه الفحم وتضعين الفحم وتقومين بإشعال الفحم، سوف تقومين بإشعال الفحم حتى يزدهر، يعني حتى تشد تمسك فيه الحرارة جيدا. ثم يعني سوف يعني الوصفة يجب أن تقومي بها والفحم مشتعل، يعني يكون الفحم يعني أحمر، يعني تشعله حتى يصبح أحمر بإذن الله. هو في يوم الجمعة يعني مع صلاة، مع قيام صلاة الظهر، يعني أول ما يقول مؤذن صلاة الجمعة الله أكبر تبتدئين أنت في هذه الوصفة. يعني أول ما ينادي مؤذن صلاة الظهر يوم الجمعة يجب أن تكوني أنت يعني محضرة لهذا الشيء وتبتدئين في هذه الوصفة. أول شيء سوف تقومين به أنك تأخذين الشب، سواء أخذتي الحجر أو البودرة. نحن سوف نأخذ الحجر والبودرة في آن معا، هكذا تأخذين الحجر هكذا، الشب قليل من الشب، ثم تأخذين الحرمل، تأخذين قليل من الحرمل، ثم تأخذين ورقة سيدنا موسى، قليل من ورقة سيدنا موسى، وتكون يعني على طهارة، تكون على طهارة وعلى وضوء، وتكون يعني ثيابك نقي ونظيف، وتكون يعني تكون طاهرة في جسدك يعني وفي ثيابك في كل شيء. ويعني أول ما تقوم بهذه الوصفة تصلين صلاة الظهر، صلاة الجمعة، يعني الصلاة يجب أن تصلي، ولو أنك لا تصلين يجب أن تصلي بعد أن تقوم بهذه الوصفة، لكي تكون هذه الوصفة فعالة بإذن الله وتبتعد عنك هذه الشياطين يعني التي هي ساكنة في جسدك وتؤثر عليك في صحتك. يعني بعد أن تصلي يعني تقوم بعد أن تقوم بهذه الوصفة تصلين كأنك تحرقينهم، يعني تحرقينهم وتعيدون عنك. يعني قلنا تضعين هذه الورقة سيدنا موسى والحرمل والشب هنا، وتأخذين هذا الفحم وتضعين هكذا البخور فوق الفحم، يكون مشعل، وتضعين البخور هكذا فوق الفحم هكذا،
وتقفين فوق هذا الفحم وتقرأين سورة الفاتحة مرة واحدة سورة الفاتحة مرة واحدة وآية الكرسي 50 مرة آية الكرسي 50 مرة والآية 117 من سورة الأعراف والآية 117 من سورة الأعراف الآية 117 من سورة الأعراف 100 مرة يعني قلنا سورة الفاتحة مرة واحدة آية الكرسي 50 مرة والآية 117 من سورة الأعراف 100 مرة هل سمعتي كلامي؟ الفاتحة مرة واحدة آية الكرسي 50 مرة والآية 117 من سورة الأعراف 100 مرة وتقومين وتتبخرين يعني بعد أن وأنت تتبخرين وتقرأين هذه الصور حتى تكملها وبعد أن تكمل يعني واحدة من الفاتحة وخمسين من آية الكرسي ومئة مرة من الآية 117 من سورة الأعراف يعني هذا الفحم تقومين برميه في مكان نظيف جنينة غابة تربة أي مكان نظيف يعني مكان ليس به نجاسة وتذهبين مباشرة للصلاة الظهر وسبحان الله في نفس اليوم يعني سوف تلاحظين تدريجيا ويعني سوف تلاحظين تغير يعني تغير ملموس وملاحظ يعني سوف تلاحظين أنك تحسنت في صحتك في نفسيتك في كل شيء سبحان الله يعني نجرب هذه الوصفة وسوف تلاحظين الفرق. تحياتي لكم من الشيخ المغربي يونس إلى فيديو قادم إن شاء الله. كالعادة من يريد أن يتواصل معي اترك لي رسالة في صندوق رسالة في الواتساب الموجود في صندوق الوصف. تحياتي لكم يعني كل من يريد عمل خاص يتواصل معي. تحياتي لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. الواتساب الخاص بي موجود في صندوق الوصف.